السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في ناس كتير عندها نقص فيتامين د في الدم ومش عارفة ايه سبب النقص ده، وعرفنا في الفيديو اللي فات ايه اهم الاعراض والعلامات لنقص فيتامين د في الدم. علشان كده حبينا نكمل الموضوع ونقدم الفيديو ده وهنتعرف فيه على اهم 12 سبب لنقص فيتامين د في الجسم. خليك معانا لنهاية الموضوع ونهاية الفيديو علشان هتتعرف كمان على 3 عوامل اساسية بتسبب نقص فيتامين د في الجسم واهم المصادر المختلفة لفيتامين د. لو حابب تتابعنا على حسابنا على الفيسبوك، ده رابط حسابنا على الفيسبوك وهسيب لك الرابط برضو في الوصف تحت الفيديو. ولو مهتم بموضوع فيتامين د هسيب لك كل الروابط بتاعت المواضيع اللي عملناها قبل كده عن فيتامين د في الوصف تحت الفيديو وكمان في اول تعليق للفيديو ده. نبدأ على بركة الله اهم 12 سبب لنقص فيتامين د في الجسم. اول حاجة عدم التعرض الكافي لاشعة الشمس، الافضل من 10 الى 15 دقيقة 3 مرات اسبوعيا من الساعة 9:30 الى الساعة 11 صباحا في الصيف ومن الساعة 11 الى الساعة 3 عصرا في الشتاء، مع عدم استخدام اي واقي للشمس، وكمان تعريض جزء كافي للشمس زي الذراعين والساقين. تاني سبب استخدام واقي الشمس. في ناس كتيرة بتستخدم واقي الشمس وهي خارجة للشمس او هي قاعدة في الشمس علشان تتجنب حدوث اضرار الشمس، فده ممكن يؤدي الى قلة تكوين فيتامين د في الدم لانه بيمنع تأثير الاشعة البنفسجية على الجلد. ثالث سبب التقدم في السن او العمر، لان التقدم في السن او العمر بيؤدي الى قلة المادة المكونة لفيتامين د في الجلد، كمان قلة خروج كبار السن وتعرضهم للشمس، كمان عدم تناول الحليب المدعم بفيتامين د من كبار السن. رابع حاجة التقدم في العمر يسبب ضعف قدرة الجلد والكلى والكبد على تحويل فيتامين د الى شكله النشط. رابع سبب السمنة وزيادة الوزن، لان السمنة بتخلي فيتامين د بيتراكم في الدهون، وكلما زاد حجم النسيج الدهني سحب فيتامين د اللي موجود في الدم ويخزنه في الدهن. خامس سبب سوء التغذية. سادس سبب سوء امتصاص فيتامين د من الامعاء لسببين مهمين. السبب الاول نقص كمية الكالسيوم اللي موجودة في الدم او نقص كمية الكالسيوم اللي الشخص بياخدها. تاني سبب مشاكل او امراض في الامعاء زي مرض كراون والتليف الكيسي ومرض سيلياك والتهاب الامعاء التقرحي بتقلل امتصاص فيتامين د من الطعام. سابع سبب الاصابة بمشاكل الكلى والكبد زي مثلا فشل الكبد او امراض الكبد المزمنة علشان بيخفض نشاط انزيم 25 هيدروكسيليز، كمان مشاكل الكلى او الفشل الكلوي. تامن سبب تناول ادوية الصرع. الناس اللي بتاخد ادوية للصرع بتلاقي عندهم نقص فيتامين د لان ادوية الصرع بترفع من نشاط انزيم 24 هيدروكسيليز. تاسع سبب بعض الامراض الوراثية عند الاطفال بسبب زيادة في افراز الفوسفور في الكلى. عاشر سبب نقص فيتامين د في حليب الام. السبب ال 11 عدم تناول الاغذية الغنية بفيتامين د او المدعمة بفيتامين د. السبب ال 12 سن اليأس عند النساء. كده يبقى احنا تعرفنا على 12 سبب بيسبب نقص فيتامين د في الدم. حاجتين مهمين لازم تعرفهم كمان، فيتامين د بينقص بسبب 3 عوامل اساسية مهمين جدا. اول حاجة قلة فيتامين د في الجلد نتيجة مشكلة في الجلد نفسها او قلة التعرض للشمس او البعد عن الشمس او عدم الخروج للخارج. تاني حاجة قلة فيتامين د في الاغذية. تالت حاجة قلة امتصاص فيتامين د من الامعاء. الحاجة التانية اللي لازم تعرفها مصادر فيتامين د المختلفة. مصادر فيتامين د هم 4 مصادر. اول حاجة التعرض لاشعة الشمس. تاني حاجة الاطعمة الغنية بفيتامين د واتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات. تالت حاجة الاطعمة المدعمة بفيتامين د. رابع حاجة المكملات الغذائية اللي بتحتوي على فيتامين د. كده يبقى احنا عرفنا 12 سبب ممكن تكون وراء حدوث نقص فيتامين د في الجسم. في الفيديو اللي جاي هنتعرف على اجابة سؤالين مهمين جدا. السؤال الاول ازاي بيتكون فيتامين د في الجلد، والسؤال التاني اللي جالنا عليه اسئلة كتير ازاي ممكن واحد يحصل له نقص فيتامين د في الدم بالرغم من انه بيتعرض للشمس. هنتعرف على الاجابة دي، ولو عندك اجابة للسؤال ده اكتب لنا الاجابة في التعليقات تحت الفيديو. لو عجبك الفيديو واستفدت منه اعمل لايك للفيديو وشيره وشاركه مع غيرك، ولو كنت جديد بالقناة اشترك وفعل جرس التنبيهات علشان كل فيديو جديد بننشره يجيلك تنبيه واشعار به. بنتمنى لكم الصحة والعافية. كان معاكم دكتور طارق تركي استشاري جراحة العظام والعناية بالقدم والقدم السكري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.